السلام عليكم. السلام عليكم. التوتوريالز دي معمولة لمطبعة الطبيعة. ده نموذج كده للديمو للإيديتور، من شأنه إن هو يسهل عليك أو يسهل على العملاء بتوعك اختيار مجموعة من المنتجات اللي ممكن يقدروا يشتغلوا عليها بمنتهى السهولة والأريحية، وبرضه يساعد الاعتماد اللي بيشتغل حضرتك عند المطبعة في إنها تشتغل بشكل أسرع وبدون سابق خبرات، أو ممكن حضرتك بعد كده تفتح الباب كده لمجموعة مثلا من ديجيتال أونلاين ماركتير، يعني الناس اللي بتشتغل زي الأفليت بنظام العمولة أو حاجة زي كده. يعني الفكره لما نضغط على الاضغط نختار منتج، المنتجات دي كلها بنتحكم عليها، يعني اي منتجات عند حضرتك ممكن هنحولها لموك اب زي كده. تمام. بندخل هنا بنلاقي مجموعه من الكاتيجوري الموجوده على الشمال. انا هنا عامل الديمو، حاطط لحضرتك اللوجو فوق على الصفحه على الشمال. تمام. فاخترنا احنا موديل زي التيشيرت، نقدر نعمل نكبر ونصغر من هنا. تمام. ندخل مثلا على التمبلت، بنلاقي مجموعه من التمبلت الكتيره مثلا كده، بناخد اي حاجه مثلا بشكل عشوائي كده. تمام. ننزل نختار كده. تمام. احنا بنقدر ندخل نشتغل نغير، نقدر نعمل كاستم في الالوان زي ما احنا عايزين، نقدر نصغر نكبر نعمل روتيل، نعدل في الاشكال زي ما احنا عايزين. مجموعه الكليب ارت برضو دي مجموعه يكون فيها مجموعه كبيره جدا من الاليمنت اللي بيقدر اي حد يدخل، وجوه الاليمنت دي هتلاقي مجموعه من الكاتيجوريز او السب كاتيجوريز التانيين، مجموعه من الريدي ميد ديزاينز، مجموعه من الاشكال، مجموعه كبيره جدا وتنوعها تسهل جدا على الناس الشغل. فمش لازم حضرتك تتهاير مثلا جرافيك ديزاينر بمرتب عالي، حضرتك كل الموضوع ان حضرتك بتعمل هايرنج مثلا لمجموعه من الديجيتال، بتشتري كتالوج منتجات تخليه عند حضرتك في المطبعه، المنتجات دي بنرفعها حضرتك على الاديتور بتاعك، والناس بتشتغل على تسويق المنتجات دي بالعموله. فلو حضرتك مهتم بحاجه زي كده ممكن حضرتك تتواصل معايا. ترجمة